محاضرة اليوم هي بعنوان فلسفة الكون بين كبلر وأينشتاين. فلسفة الكون بين كبلر وأينشتاين، مقارنة بين فلسفة الكون لدى كل من كبلر وأينشتاين. يعني في الواقع هناك برغم الفارق الزمني بينهما، كبلر ولد عام 1570 وتوفي عام 1631، في حين أينشتاين ولد عام 1879 وتوفي عام 1955. لاحظوا الفارق الزمني الكبير بين كبلر وأينشتاين، وطبعا العلم في هذه الأثناء بين هذين العملاقين خطأ خطوات كبيرة جدا. والنظرية الفيزيائية تطورت بشكل كبير جدا. عالم أينشتاين يختلف تماما عن عالم كبلر، ومع ذلك لاحظت أنا أن هناك أن هناك مشتركات فلسفية بين كبلر وأينشتاين. طبعا الفلسفات مختلفة، ولكن هناك شيء مشترك بين تصور كبلر وتصور أينشتاين، بين هدف كبلر وهدف أينشتاين. يعني هذه هي النقطة الأساسية، أن الهدف، أن خلينا نحكي الشغف الذي قاد كبلر، الشغف الفلسفي بدي أسميه، أن الشغف الفلسفي الذي قاد كبلر، يوهانس كبلر، شبيه جدا بالشغف الفلسفي الذي قاد أينشتاين في عمله العلمي. لاحظوا أنا أطرح هون مفهوم الشغف الفلسفي، العالم الكبير يحركه شغف فلسفي. هذه إذا درسنا تاريخ العلم نجد أن كل عالم عظيم أو كبير أحدث ثورة في فهمنا للعالم يتمتع بشغف فلسفي، وهذا الشغف الفلسفي يظهر أو يتبلر على صورة مشروع بحثي يستغرقه عمره كله. يعني ما يربط أبحاثه العالم الكبير هو مشروع بحثي معين. يعني لكل عملاق، لكل عالم كبير أستطيع أن أقول مشروعه البحثي، وهو يستغرق العالم كل عمره. يعني كل بحثه يندرج ضمن إطار، كل أبحاثه تندرج ضمن إطار هذا المشروع. يعني ليست هي أبحاث متفرقة. للأسف طبعا في جامعاتنا أغلب الباحثين ليس لديهم مشروع، خصوصا في الوطن العربي ليس لديهم مشروع بحثي، وإنما لديهم أبحاث متفرقة فقط من أجل الترقية. يعني يقومون بهذه الأبحاث، يتعلمون الحيل البحثية وليس البحث، يتعلمون الحيل البحثية، وهذه من أجل الترقية، من أجل نشر أكبر عدد من الأبحاث التي لا يستفيد منها أحد، لا شرقا ولا غربا، ولكنهم يترقون ويمجدون ويبجلون وما شابه ذلك، خصوصا في الوطن العربي. وكل ذلك طبعا عبارة عن شكليات وشكليات سطحية. ولكن بالنسبة إلى العلماء الذين أحدثوا تغيرا حقيقيا في معرفتنا، أولئك ما يحركهم ليس طلب الشهرة ولا طلب المكافآت ولا طلب الجوائز ولا طلب الرواتب العالية ولا شيء من هذا القبيل. يعني هذا أي كل دارس لتاريخ العلم يدرك ذلك جيدا، أن العلماء الكبار كانوا أصحاب مشروعات، وأن هذه المشروعات كانت تعبيرات عن شغف فلسفي لدى الشخص المعني. يعني فالذي كان يحركهم ويجعلهم يقضون الوقت الطويل في أبحاثهم لم يكن مثلا رغبتهم يعني في الحصول على ترقيات أو جوائز أو شهرة أو ما شابه ذلك، لم يكن
ليس هذا هو الهدف الذي يحركهم. الهدف الذي كان يحركهم هو مشروع بحثي، ولكن هذا المشروع البحثي ليس خارجهم، يعني بمعنى آخر هو ليس مجرد تعبير عن وظيفة مهنية أو عن وظيفة أو مهنة، وإنما كان تعبيرا عن شغف فلسفي يعطي معنى لحياتهم، يحركهم ويعطي معنى لحياتهم. العالم العظيم يبحث عن معنى، معنى لحياته، والمشروع البحثي هو تعبير عن معنى حياته، وهو تعبير عن شغف فلسفي في داخله. وأكثر من طبعا هذا أستطيع أن أقول أنه هذا موجود عند كل العلماء الكبار. من أرسطو طالع، كل العلماء الكبار لهم هذا الشغف الفلسفي، ولهم هذا الرغبة في البحث عن معنى لحياتهم ومعنى عن معنى الحياة. كل العلماء الكبار، كما قلت أنا أميز هنا بين العلماء الكبار الذين ينتجون معرفة حقيقية تغير فهمنا للعالم، وبين العلماء العاديين الذين فعلا تجذبهم، يعني يريدون أن يمارسوا مهنة معينة، يريدون أن يمارسوا وظيفة معينة، وأن ينتجوا من أجل، ليس من أجل المعرفة، ولكن من أجل مثلا التقدم في الوظيفة، من أجل وظيفتهم، من أجل الرواتب، من أجل الترقيات، من أجل الشهرة، من أجل الجوائز وما شابه ذلك. فأنا أميز بين هذين الصنفين من العلماء. أما العلماء الكبار بعتقد كلهم أصحاب رسالة، وليس ذلك فقط، هم أصحاب مشروعات علمية، يعني كل منهم نذر نفسه من أجل مشروع علمي، مشروع بحثي، وهذا المشروع البحثي هو تعبير عن بحثه عن معنى حياته ومعنى الحياة، وتعبير عن شغفه الفلسفي. وربما أكثر من ينطبق عليهم هذا الوصف هو يوهانس كابلر الذي عاش في عز الثورة العلمية الكبرى، وألبرت أينشتاين الذي دشن ثورة القرن العشرين في الفيزياء. نحن إذن بإزاء عالمين ثوريين كبيرين ألمانيين، ولكن الأهم أنهما عالمان ثوريان كبيران. كابلر أدى دورا كبيرا في الثورة العلمية الكبرى، ودشن علم الفلك الحديث وقضى على علم الفلك القديم. طبعا له إنجازات أخرى، ولكن أنا أركز على الإنجاز الرئيسي. الإنجاز الرئيسي أنه في الواقع أطلق أو دشن علم الفلك الحديث على أنقاض علم الفلك القديم، وأينشتاين دشن فيزياء القرن العشرين، يعني دشن الفيزياء الجديدة على أنقاض الفيزياء الكلاسيكية. فكلاهما ثوري، ولكن أيضا كما قلت برغم الاختلافات في تصوراتهم في تفصيلات تصورهما للطبيعة وللكون، إلا أن هناك مشتركات بينهم. هذا المشترك بشكل أساسي هو الشغف الفلسفي، وهذا البحث عن معنى الوجود، عن معنى الذات، عن معنى الذات بالعلاقة معنى الوجود، مع معنى الوجود. هلا بحالة كابلر، نبدأ بكابلر ثم ننتقل إلى أينشتاين ثم نعقد المقارنة بين العملاقين. كابلر في الواقع طبعا هو ولد في جنوبي ألمانيا، ودرس في جامعة تيوبنغن، ومبكرا أصبح كوبرنيكيا، أي من أتباع أو من مؤيدي نظرية كوبرنيكوس التي تقول إن الشمس هي مركز الكون، وإن الأرض تتحرك حول نفسها وحول الشمس مثلها مثل باقي الكواكب. طبعا هذه النظرة الكوبرنيكية كانت محاربة في ذلك الوقت، محاربة جدا، وظل أغلب علماء ذلك العصر يعني ملتزمين بالنظرية القديمة، نظرية بطلميوس ونظرية أرسطو. ولكن كابلر مبكرا انجذب نحو كوبرنيكوس، وبفضل أستاذه اسمه ميستلين، الذي بالفعل يعني أثر عليه وأقنعه بصحة نظرية كوبرنيكوس. طبعا كان في ذلك الوقت
بدأت هذه النظرية تأخذ يعني طابعا ثوريا، بمعنى أنها أن القطاعات الثورية في الأوساط الثقافية بدأت تتبنى نظرية كوبرنيكوس لثوريتها ربما في مجابهة النظريات السائدة، وهذا أرعب السلطات سواء السلطات الدينية أو السلطات السياسية أرعبها. فكان تبني نظرية كوبرنيكوس محفوفا بالمخاطر، لكن في ألمانيا لم يكن محفوفا بالمخاطر بقدر ما كان محفوفا بالمخاطر في البلاد الرئيسية مثل إيطاليا مثلا. في إيطاليا كان محفوفا بالمخاطر بدليل أن جاليليو حوكم وأجبر على التوبة بين قوسين، وأيضا بفرنسا كان هناك مخاطر. أما في ألمانيا كانت بعيدة بعض الشيء عن مركز السلطة الدينية، ولذلك ربما لم يكن محفوفا بالمخاطر إلى هذا الحد. فكبلر إذن مبكرا كان كوبرنيكيا، وكان كتابه الأول دفاعا عن الكوبرنيكية، يعني هو كتابه الأول نشره عام 1596 وهو بعنوان اللغز الكوني، ميستيريوم كوزموغرافيكوم باللاتيني، اللغز الكوني. وفي هذا الكتاب في الواقع الجزء الأول من هذا الكتاب كان دفاعا عن الكوبرنيكية في مجابهة النظريات القديمة، ومن دون شك أنه يعني ربما كان أفضل دفاع حتى تاريخه لهذه النظرية. كبلر كان عبقريا بلا شك، ودافع دفاعا كبيرا عن نظرية كوبرنيكوس، لكنه كان يدرك تناقضات نظرية كوبرنيكوس، أدرك أنها صحيحة ولكنها متناقضة في داخلها، وأراد في الواقع أن يطهرها من هذه التناقضات أو أن يطورها بحل هذه التناقضات. هذا كان مشروعه. لكن برضو في هذا الكتاب، الآن قبل أن أقول ماذا يعني ما قاله في هذا الكتاب، أريد أن أبين بأن كبلر كانت تتنازعه نزعتان فلسفيتان. لاحظوا، العالم ليس معزولا عن الرؤى الفلسفية سواء المكتوبة منها أو الذاتية أو المكتوبة. لاحقا سنرى أن أينشتاين تأثر بالفلاسفة وكان له رؤيته الفلسفية، كبلر نفس الشيء، لم يقرأ الفلاسفة ربما لكنه كان له رؤيته الفلسفية، فلسفية على دينية يعني، لأن عصر كبلر كان ما زال عصرا دينيا. الآن لا، كبلر كان فيثاغوريا، يعني من الفيثاغورية هي تيار بدأ مع فيثاغورس وامتد واستمر في الحضارة اليونانية، ثم بالحضارة العربية الإسلامية، ثم بالحضارة الأوروبية. فبالحضارة العربية الإسلامية الذي مثل الكوبرنيكية كان إخوان الصفا وخلان الوفا، وامتدت بالقرن السادس عشر الميلادي في أوروبا، تم إحياء الفيثاغورية بزخم. ونستطيع أن نقول إن كوبرنيكوس كان إلى حد كبير كوبرنيكيا، وطبعا كبلر كان كوبرنيكيا حتى النخاع. وهناك يعني الكوبرنيكية كان سوري عفوا الفيثاغورية، أنا أتكلم الآن عن الفيثاغورية، أقول إن الفيثاغورية بدأت مع فيثاغورس وانتقلت حتى للحضارة العربية الإسلامية التي مثلها إخوان الصفا وخلان الوفا، وانتقلت إلى أوروبا، فتم إحياؤها في أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي. وبالتأكيد أن كوبرنيكوس كان فيثاغوريا إلى حد كبير، وطبعا كيبلر كان الفيثاغوري الأكبر في العلم الأوروبي. ولكن كيف عبر عن فيثاغوريته؟ هذه مهمة، يعني كيف عبر كيبلر عن فيثاغوريته؟ الفيثاغوريون عموما كانوا يقولون إن جوهر الطبيعة وجوهر الوجود هو الأرقام والأشكال الهندسية والأنغام الموسيقية، أشياء روحية. يعني بعكس الماديين قالوا إن جوهر الطبيعة، بمعنى إنه إذا دققنا النظر في الطبيعة نجد أنها مكونة من أرقام وأشكال هندسية وأنغام موسيقية. يعني مش بس إنه صورة الكون هكذا، وإنما جوهر الكون هكذا، جوهر الطبيعة أرقام. إذا حفرنا جيدا في الطبيعة نجد أن جوهرها
والأرقام الحسابية والأشكال الهندسية والأنغام الموسيقية. ولذلك شبه فيثاغورس الطبيعة بقيثارة ضخمة تعزف عليها الآلهة، ومن هنا جاء مثلا باللغة الإنجليزية يتكلمون عن the music of the spheres، موسيقى الأفلاك، هذه نابعة من فيثاغورس بالواقع، اللي هي الموسيقى الإلهية التي تنبعث من الطبيعة عندما تعزف الآلهة على الطبيعة، على هذه القيثارة الضخمة. كبلر عبر عنها بصورة مسيحية، دينية مسيحية، فقال إن الخالق هو رياضي متفوق، رياضي متفوق، رياضي بمعنى ماثماتيشن من الرياضيات، رياضي متفوق، وربما قال أيضا هو موسيقار متفوق، هكذا نظر إلى الخالق. طبعا هو كان يؤمن بخالق، وكان يؤمن بأن الطبيعة مخلوقة من هذا الخالق، ولكنه كان يؤمن بوصفه فيثاغوريا بأن الخالق خلق الكون على أسس رياضية وموسيقية، على أسس حسابية وهندسية وموسيقية أيضا، صمم العالم على هذا الأساس. هذا كان رؤية كبلر للطبيعة، فقال إن الخالق إذن لأنه رياضي متفوق بنى العالم على هذا الأساس، ولذلك سر الكون موجود في الرياضيات، سر الكون موجود في الرياضيات والموسيقى. وهو طبعا وضع نصب عينيه معرفة هذا السر وعبر عنها بالجملة الآتية: أريد أن أقرأ عقل الله، أريد أن أقرأ عقل الخالق. والبحث في الرياضيات والموسيقى هو الذي يقودني إلى معرفة كيف خلق الله العالم، كيف خلق الخالق العالم. ولذلك أريد أن أعرف في الواقع الأنساق الرياضية والأنساق الموسيقية في الكون، لأن هذا سيدلني على الطريقة التي خلق الله فيها العالم، والتي صمم بها العالم. هذا إذن كان مشروع كبلر منذ شبابه، ربما منذ مراهقته، يعني هذا كان هدفه، يعني هذا كان شغفه الفلسفي، هذا كان مشروعه في الواقع. إذن كان قراءة عقل الله بوصفه رياضيا متفوقا، من ثم أراد أن يبين كيف خلق الله العالم على أسس حسابية وهندسية وموسيقية. وقال إنه إذا أنا بحشت في الرياضيات وبحشت في الموسيقى سأجد سر الوجود الطبيعي، ومن ثم الطريقة، يعني الكيفية التي خلق لها بها الله العالم. هذا بالنسبة إليه كان ما يضفي معنى على حياته، يعني عانى الأمرين كبلر في حياته، عانى الأمرين في الواقع، أسرة كبيرة، شظف العيش، الفقر، حروب في ألمانيا بين البروتستانت والكاثوليك، وحروب، يعني كان عصر حروب ومعاناة وشظف عيش، ويهرب من منطقة إلى أخرى من الظلم ومن من الاضطهاد الديني وما شابه ذلك. يعني كانت ألمانيا في حالة يرثى لها، وأوروبا الوسطى كانت في حالة يرثى لها، ومع ذلك تحمل كل ذلك في سبيل هذا الشغف الفلسفي، في سبيل هذا المشروع الذي عبر عن معنى حياته. هذا كان معنى حياته، كان يقضي ساعات طوالة، ربما 18 ساعة في اليوم برغم أعبائه الأخرى، وهو يبحث ويبحث ويبحث، لم يكن يكل ولا يمل من هذا العمل، رغم أنه كان عملا مضنيا جدا، يعني يحسب ويعيد الحسابات ثم يمزق ما قام به لأنه لم يكن راضيا عنه ويبدأ من جديد، فكان شغل مضني جدا في الواقع، ولكنه تحمل كل ذلك في سبيل الهدف الأسمى، وهو أن يكتشف كيف خلق الخالق الكون على أسس حسابية وهندسية وموسيقية. هذا كانت فيثاغوريته، هذا كان مشروعه. لكن
لو اكتفى بهذه الرؤية ربما لما أعطانا علما، ربما أعطانا نوعا من التصوف، النظرية التصوفية، ونوعا من الفلسفة، أو ربما أعطانا كان فنا، يعني صورة فنية أخذها، لا ليس أكثر. ولكنه كفلر كان عالما، كان هناك نزعة مستترة لديه، نزعة مادية، نزعة أخرى غير عن النزعة الفيثاغورية، نزعة مادية. هذه النزعة المادية تجلت في أكثر من شكل. نزعته المادية التي كانت مستترة، هو لم يصرح بها، هو صرح بنزعته الفيثاغورية، ولم يصرح بنزعته المادية لكنها كانت موجودة. تجلت أولا في بحثه المحموم عن الرصدات الدقيقة، الرصدات الفلكية الدقيقة. لم يكن يكتفي بالرصدات اللي موجودة، كان باستمرار يبحث عن مزيد من الرصدات الدقيقة، وأي انحراف عنها كان يشغل باله النظري. يعني لم يكن هيك يتصرف، يعني يتصرف بصورة غير مقدارية مع الأشياء. يعني كانت نظرته مقدارية، كوانتيتيف يعني علمية للأمور. يعني كان يبحث وراء الدقة المقدارية الكبيرة، ولذلك لم يكن يكتفي بالرصدات السائدة، كان دائما يبحث عن أحدث وأدق الرصدات في عصره باستمرار. هذه مادية تجلت في ذلك، نزعته المادية. أيضا بدأ ينظر، بالإضافة إلى نظرته الفيثاغورية التي لم يبرحها قط مدى عمره، أخذ أيضا ينظر إلى الطبيعة نظرة مادية، أخذ ينظر إلى المجموعة الشمسية ربما لأول مرة في التاريخ. طبعا هذه أقول هذه الجملة، قد يكون أنه سبقه بعض الناس، ولكن يعني لم تؤدي، حتى لو سبقه بعض الناس، يعني لم تؤدي إلى نتائج، يعني إدراكهم لم يؤدي إلى نتائج. في حالة كيبلر قادت إلى نشوء علم الفلك الحديث. أخذ ينظر إلى المجموعة الشمسية على أنها نظام فيزيائي، فيزيكال سيستم. هو وجاليليو ابتكرا هذا المفهوم، فيزيكال سيستم، النظام الفيزيائي. أخذ ينظر إلى المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية كان ينظر إليها كنظام مثالي رياضي في العلم القديم، كلهم تقريبا نظام مثالي، ليس ماديا وإنما نظام مثالي رياضي. كبلر أخذ ينظر إلى المجموعة الشمسية على أنها نظام فيزيائي، physical system، نظام مادي يتكون من أجسام مادية. في الماضي كانوا ينظرون إلى الأجرام السماوية على أنها ليست أجراما ماديا مادية، وإنما أثيرية أزلية وأبدية. كبلر من ربما كان أول من نظر إلى المجموعة الشمسية على أنها نظام فيزيائي يتكون من أجسام مادية مثل الأرض، أجسام مادية تتفاعل معا عن بعد، طبعا بالجاذبية. هو أول من وضع تصورا، ولو أنه لم يكن دقيقا، لكنه أول من وضع تصور للجاذبية الكونية، ليس لجاذبية الأرض وإنما للجاذبية الكونية. فكبلر إذن أخذ ينظر هذه النظرة المادية إلى المجموعة الشمسية. وهذه النظرة بالإضافة إلى الشغف الفلسفي المقترن بالفيثاغورية قاده إلى قوانينه في حركة الكواكب حول الشمس، أن مدارات الكواكب إهليليجية إلى آخره. هذه طبعا أحدثت ثورة كبيرة في نظرتنا إلى الكون، وفي نظرتنا في الفيزياء، وفي المجموعة الشمسية، ربما سأتطرق إليها في محاضرة قادمة. ولكن هذه إذن هذه النظرة، وهذا الاندماج بين النزعتين المتناقضتين، قاده إلى هذا الاكتشاف الهائل، اللي هي قوانين الأجرام السماوية، قوانين الكواكب في حركتها حول الشمس، والقمر في حركته حول الأرض. قاده إلى ذلك، إلى هذه القوانين، إلى صوغ هذه القوانين الفيزيائية، أول قوانين فيزيائية في علم الفلك كانت.
بالماضي لم تكن هناك قوانين، وإنما أدوات رياضية قبل ذلك، أدوات رياضية في وصف حركات الأجرام السماوية. هنا وضع قوانين في حركة الكواكب وصفها أجساما مادية والقمر. فكبلر إذن هذه قادته إلى اكتشافه الكبير الذي أحدث ثورة كبيرة في علم الفلك، ونقل علم الفلك من العلم القديم إلى علم الحديث، أي أقام العلم الحديث على أنقاض العلم القديم. هذه قصة كبلر، قصة كبلر، هذا الشغف الفلسفي الذي قاده، قاده لآخر يوم في حياته وهو يعبر عنه. يعني هو الكتاب الأول كان فيثاغوريا هندسيا حتى النخاع، الكتاب الثاني كان ماديا الذي اكتشف فيه قانون الأول وقانون الثاني في حركة الكواكب حول الشمس، وفي الكتاب الثالث عاد إلى الفيثاغورية، ولكن إلى الفيثاغورية الموسيقية، وهذا أعانه في اكتشاف قانونه الثالث في حركة الكواكب حول الشمس. وفي كتابه الرابع واضح أنه مزج ما بين نزعته المادية ونزعته الفيثاغورية الهندسية ونزعته الفيثاغورية الموسيقية. فكبلر طوال حياته كانت تحركه هاتان النزعتان، وأعطتا معنى لحياته في الواقع ولعمله. فهو اعتقد أنه استطاع أن يقرأ عقل الخالق هذا الرياضي المتفوق. الآن بأينشتاين نجد، مع أنه مشروع أينشتاين مختلف، لا وعصره كان مختلفا تماما، ولكن نجد هذا الشغف الفلسفي أيضا، هذا الشغف الفلسفي الذي حركه في الواقع. أيضا أينشتاين أعلى من قيمة المبدأ، يعني ظن، يعني كان واضح أنه في أنه كل شيء متغير، كل شيء متغير في الكون، ولكن الكون محكوم بمبادئ كونية. يعني هناك مبادئ كونية لا تتغير من مكان إلى من لا تتغير لا في المكان ولا في الزمان ولا بتغير المشاهد. يعني كل المشاهدين يتفقون، يعني الشيء الوحيد الثابت في الكون هو هذه المبادئ الكونية التي تعبر عن أنساق جمالية تناظرية معينة. خلينا نحكي مبادئ كونية بمعنى أنها تنطبق في كل مكان وزمان ولدى أي مشاهد، يعني لا تتغير بتغير الموقع ولا الزمان ولا المشاهد. فلدينا هذه أنساق كونية تحكم الكون من علن إن شئتم. كل شيء يتغير في الكون، المجالات تتغير من مرجع إسناد إلى مرجع إسناد آخر، الأطوال تتغير، الفترات الزمنية تتغير، الكتل تتغير. ما في جواهر مادية في الكون، ما في جواهر مثل في فيزياء نيوتن، وإنما هناك جواهر مثالية إن شئتم، اللي هي المبادئ الكونية العامة. هذا جوهر الكون إذا مثالي، على غرار أفلاطون جوهر الكون مثالي، يعني عبارة عن هذه المبادئ الكونية، شبكة المبادئ الكونية. أراد أن يتوصل إلى شبكة المبادئ الكونية المنسجمة معا، المترابطة معا، التي يجمعها منطق معين. أراد أن يتوصل إلى هذه الشبكة وأن يبين أن كل شيء ينبع من هذه الشبكة، يعني أراد أن يتوصل إلى هذه الشبكة وأن يبين أن كل شيء ينبع منها، سواء كنا نتكلم عن المجال الجاذبي أو المجال المغناطيسي الكهرومغناطيسي أو المجال أو الجسيمات المادية. يعني فهو يعني كان عنده هذا التصور أنه أن الكون يحكمه تناسق معين. طبعا هو لم يتكلم عن خالق أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن كان في ذهنه يعني هذا المشروع، هذا الشغف كان يحركه، حركه أولا في نظرية النسبية الخاصة، ثم حركه في نظرية النسبية العامة. وهو لم تعجبه نظرية الكوانتوم ميكانيكس، أنها لم تكن تنسجم
على فكرة لم تكن تنسجم مع هذه الرؤية الفلسفية، مع هذا الشغف الفلسفي، لأنه كان فيها عنصر العشوائية وعنصر الاحتمال في الكوانتوم ميكانيكس، فهو لم يرتاح، لم يكن مرتاحا لهذه النظرية مطلقا، وظل يبحث عكس كل تيار الفيزيائيين في عصره. كان يبحث بالواقع عن هذا النسق، النسق الكلي، النسق الكوني الذي ينبع منه كل شيء، الذي تنبع منه المكونات المادية المختلفة. هذا كان شغفه، وهذا هو الذي أعطى معنى لعمله ولحياته. يعني هو هذه الرؤية هي التي حركته، هذا الشغف الفلسفي هو الذي حركه. يعني لم يكن معنيا بالجزئيات. ونستطيع في الواقع، أنا في لي بحث في هذا الخصوص نشر في مجلة عالمية، بينت فيه إنه أن هذا الشغف هو الذي حرك أينشتاين، يعني منذ البداية، منذ نظرية النسبية الخاصة. وأول مرحلة كانت نظرية النسبية الخاصة، ثم نظرية النسبية العامة، ولكنه لم يكتفي بذلك. نقد الكوانتوم ميكانيكس من هذا المنظور، ثم أغفل كل التطورات التي كانت تتم في عصره، وترك باقي الفيزيائيين يشتغلون في مجالاتهم الجزئية، وهو انطلق لوحده يحاول أن يتوصل إلى نظرية مجال موحد تفسر كل شيء. يعني أراد أن ينطلق من الزمكان، من بنية الزمكان، وأن يشتق منها كل المظاهر المادية كلها عن بكرة أبيها. فهاي كان، يعني هذا هو النسق، النسق العام الذي كان يبحث عنه. كان يبحث عن نسق عام، يعني كان يبحث عن بنية هندسية للزمكان تمكنه في الواقع من اشتقاق كل الظاهرات المادية التي نراها أو التي نكشف عنها بأجهزتنا. أراد أن يفسر كل ذلك، وأن ينطلق من هذه البنية الهندسية التي يحكمها مبدأ واحد. فهو أراد في الواقع أن يكتشف جوهر الكون، يعني هذا المبدأ العام، هذا النسق العام الذي يحرك الكون كله. هذا ما أراده، هذا كان شغفه الفلسفي، أن يتوصل إلى ذلك. وهذا الشغف هو الذي قاد إلى إنجازاته وإلى إخفاقاته. لاحظوا، قاد إلى إنجازاته وإلى إخفاقاته أيضا، أنه لم يبرح هذا المشروع، لم يبرح هذا الشغف الفلسفي. هذا الشغف الفلسفي هو الذي شغل باله، ولذلك يعني ما كان هدفه أنه يعطي إنجازات معينة تسلط عليه الأضواء، تكسبه شهرة، تكسبه جائزة نوبل، تكسبه جوائز مختلفة، تكسبه مواقع جامعية متميزة إلى آخره. هذه جاءت طبعا بالنسبة لأينشتاين، ولكن كتحصيل حاصل. لكن في المقام الأول كان بدليل أنه هو بدأ يشتغل هذا الشغل، وهو كان بعده كاتب من الدرجة الثالثة في مكتب براءة الاختراع في مدينة بيرن السويسرية. يعني ولكن كان هذا شغفه. يعني كان يشعر أن حياته بلا معنى إذا لم يحقق هذا المشروع، فسار في هذا المشروع. هذا المشروع يفسر إنجازاته وإخفاقاته، ومات وهو يشتغل، يعني وهو على فراش الموت كان يبحث عن هذا النسق الكوني الذي يفسر كل شيء، بوصف الكون نسقا جميلا أو نسقا جماليا محكما متماسكا. فلاحظوا إذن كبلر وأينشتاين، هذا هو الشيء المشترك برغم اختلاف نظرياتهما، وبرغم اختلاف تفصيلات عملهما العلمي، ولكن في الواقع هذا الشغف الفلسفي هو ما يجعلنا نقارن بين العملاقين في العلم الحديث. وفي المحاضرة القادمة سأعود إلى الكلام حول محاولات إيجاد المجال الموحد، بالإضافة إلى محاولة أينشتاين. فإلى اللقاء.